جمال، ايه اكتر وصفه كان عليها اقبال شديد جدا؟ سيزر سالاد كانت بالنسبه للناس ما صدقوش ان في حاجه وجبه مشبعه ما بيقدروش يكملوها خالص خالص. طيب السيزر سالاد اللي هي بتبقى عباره عن خس وتشيكن فراخ، تمام. وايه بقى المايونيز الهيلثي ده؟ هي بتجيبي مايونيز لايت عادي من السوبر ماركت يعني، وبتحطي عليه نص كوبايه زبادي مثلا ومعلقه مستردة ونص معلقه ثوم مفروم وملح وفلفل وممكن شويه خل صغيرين، او بتقلبيهم بيعملوا دراسنج حلو قوي. بنجيب واحدة توست مثلا حبوب كاملة عشان يشبع أكتر أو شوفان، ونحطه في مايكروويف أو في الفرن يتحمص، يبقى متحمص كده عشان يقرمش في السلطة، ونحط الدريسنج ده فوق بقى كابوتشي تحت طبعا، بعد كده الفراخ، بعد كده التوست، وبعد كده الدريسنج. كل اللي كلها ما بيقدرش يكمل الكمية اللي هو لو هياكل فراخ لوحدها، لو هياكل سلطة لوحدها، مفيش حد بيقدر يكمل. ايه هي البورشنز بتاعتها؟ يعني انت بتحطي كميات قد ايه مثلا من الفراخ؟ مثلا نص الكابوتشيه مثلا. الفراخ قد ايه؟ مثلا 150 جرام. 150 جرام دي حاجه يعني ربع الفرخه مثلا، ممكن يبقى 250 جرام 300 جرام. لو هناخد هتبقى مخليه هيبقى مثلا 150 جرام، ثلاث شرايح فراخ بانيه او ثلاث شرايح. ثلاث شرايح ده كتير. جدا. ده كويس قوي. ده يشبع اي حد يعني. ما هو بس في السلطه بقى احنا مش هناكل كميه سلطه كبيره غير لما نضحك على نفسنا وندخلها في وسط الاكل. صح. طب احنا بناكل ثلاث مرات في اليوم؟ في انظمه كتير. بصي في انظمه كتير على حسب لما تجوعي، ممكن تاكلي وجبتين، ممكن تاكلي ثلاثه، ممكن تاكلي اربعه، ممكن تاكلي خمسه، بس يبقى في منهم سناكس في النص، يعني ممكن تاكلي فطار وغدا وعشاء وتو سناكس مثلا، ممكن تاخدي ثري ميلز. كتير قوي كمان. يعني مستحيل حد يكون جعان بعد ده. بالظبط. بس سناك بقى بيبقى مثلا فراولايا، موزايا مثلا، حاجات خفيفه انها ثلاث تمرات تديكي الشبع، وفي نفس الوقت تحسي ان انا مش محرومه من حاجه، بس سعرات وفايده وفيتامينز ومينرالز وكله.